هو على الباك 8 باك كتوم ايه فينيش ريكورد جديد في الديزاين ليفل اب الجرافيزم 2 دي فيرسيون 2 والريفو جيو نتاع بيو شوك ان شاء الله باهي باهي فيها ستار جيمز يحبوها انفورمد جيمر ينجم شي يستنى في المواصلة للعبة يعني بيو شوك 2 جيم هيرو لعبها برشا ايام اول جيمز عمل شي خفا ذي باش تتباع بالكدا ظهر لي ان شاء الله او كيما تراو 12000 مرة ديجا باهي باهي توبيك جديد نتاع سيتي زعما ولا بيرات بيرات علاش لي علاش لي ديجا 714 فان باهي هذي شي مني ف غير ما نقعد نقرا توبيك بيرات كمل نعمل توا جو جديدة بالبيرات نحطو متاع استراتيجي ما تجيش نحطو ار بي جي ولا اكسيون نحطو ار بي جي ميسالش نحطو على البي سي جيم انجن فروست بايت متاعنا شنو غنسميوها بيرسونالمون ما نعرفش حتى لعبة متاع بيرات ار بي جي دونك شنو نسميوها بلاك بير 2 دي بتباع ستوري كويست خلي بون ار بي جي ليه ليه طلع ار بي جي طلع هكا ان شاء الله سوا هكا تكون باهي ديالوغ بون زيد شوية في الديالوغ ليفل ديزاين لازم باهي نعملو اكيليبر بين الديالوغ و الانتيليجنس بيو شوك تباع 28000 مرة وجابت لي 200000 باهية فينا باش تخرج فينا هي في الحقيقة سيجا باش تخرج كونسول اخرى زادا باش يخرج كونسول مش كونسول اخرى خاطر هما مازالو مخرجوش شنو نحطو جرافيزم نقص صوت زيد شوية هكا سافا زيد شوية في الجرافيزم هكا بون سافا 15 سافا مش عاد مش ليفل اب شي حتى ليفل اب خسارة خسارة الغفو جيو اي ربي معايا ايه سبعة ستار جيمز يحبوها very good informed gamer عملوا فيها جو جيم هيرو بارفي قالوا all games وفينا باش عملوا كونفيرماسيون اللي هما باش يخرجوا الكونسول نتاعهم في الاشهر الجاية بلاك بيرل تتباع بالقديم مش حاجة جديدة نجمو نشوفها تارجت اودينس ولا سوبر هيرو سوبر هيرو نجمو زينة متاع سوبر هيرو متاع باتمان ولا مي مش نعملو تارجت اودينس
تارجت اودينس هي كان جيو نسمعوا في جو نجم نحطو لنا جروب نتاع جوغ باش نعملوها. مثال جو كول اوف ديوتي نعملوها للي من 18 اللي اكثر من 18، ومثال واحدة نتاع سباق نحطوها نتاع الكل، وواحدة نتاع موسيقى نحطوها نتاع الفروخ الصغار مثال، وتنفع نجم تجيب لنا عندها نفع. باه مش عندنا لهنا شيء غير ما نعمل نيو جيم كما ترى، نجم نحطو ماتور يعني متاع الكبار everyone ناس الكل، ويانج متاع الصغار. اش نعملو نعملو متاع سبيس متاع الفروخ ولا للكل برا، نعملو للكل سبيس استراتيجي فروست بايت كيف نسميوها faster than light 2D version 2 نركزو على شنو نركزو استراتيجي بون جيم بلاي هكا اونجين ما حشناش بها برشا بلاك بيرل بعت 36,000 مرة جابت لي 250,000. باهية نحطو بون انتليجنس تحطش برشا، نقص في هذا شوية هكا نحطها هكا. اليوم الماستر في متاع فينا خرجت، مانيش باش نعمل توا برشا على الكونسول، مانيش باش نعمل جويت على الكونسول خاطر غاليين وما حسب ما انا ريت ما ينفعوش ياسر، دونك توا مانيش باش نعمل جو على الكونسول، بعد يجيو كونسول اخرين نعمل. اربع باك بلا 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 نا 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 متوسطة ما في البلايس. ريكور جديد في الديزاين، ليفل اب في الجيم بلاي والليفل ديزاين والورد ديزاين والجرافيزم وبلاك هيد زيدا ليفل اب ليفل اديتور اوبن وورد دو 2D جرافيك فيرجن 3 2D جرافيك فيرجن 1 3D يرب. والغفو متاع faster than light 6 potential star games informed gamer رام اخي game hero قالك لازمني نركز اكثر على التكنولوجي، all games قالك النجم يكون خير. بيه توا نعملو research بتبيع الحاجة لازمنا 3D graphic خاطر مش نقعد بـ 2D انا شبيك مش نقعد بـ 2D انا لا ما لازم 3D. ديجا عنا 1100 فان كترى 1.1 كا بون ظهر لي في الحد هذا ايزي، نواصلو في الحلقة الجاية ومع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامة الى الحلقة الجاية.